كلاس الثاني ستودنت، خلنا نشوف شنو يبغي منه. انه هاي خلاص دان، نروح حق اللي تحت. اول شيء شنو يبغي؟ following data field id long first name last name gender email. وتشوف هني course register array list of type of array list. Note the course register is a list of type array list. I know the course is list of type array list Java class in which and each element is of class type course. بما معناه ان array list هاي بيكون نوعيته course، مو عندنا integer وهاي، ونقدر نخلي course نوعيته بيكون course. تمام، هالاري انه بس يستلم object مال course. The course registered is the list of course in which a student is currently registered. تمام، هاي بيكون في الكورس مالهم، يعني هاي الاوبجكت بيكون student، ومن ضمن هالاوبجكت بيكون في array course. تمام، بعدين شنو قال لي؟ default constructor with 5 parameter except for the course register. بدون course register set to get equals بعدين print course register. The list course registers create as an empty list in the constructor. تمام، نخليه في الكونستراكتر empty. The equal method compare two object of student based on their ID. شوفوا هني وايد حدد، قال ان الايكوالز بيكون على اساس الاي دي. تمام، بنستخدم نفس الطريقة حق مساعدة، بناخذ هاي كومل كوبي، بنروح حق الكلاس نكتب هاي. بيزعجكم هالشي شوي بس اي مكان في فاصلة انتر. خلينا نشوف long chart كلهم غير. اوكي كلهم غير بس ما مشكلة نرتبه. اوه عندي string وstring اثنينة. اوكي هني عندي نفس الشيء غير. اوه ثلاثة string. اوكي اذا نخلي هاي فوق. تمام، هو تقدرون تسوون طريقة ارتب، ولكن عشان انا ما ارجع حق الملف ويعني اروح وارجع وكذي فاسوي بهاي. اللي عنده بعد شاشتين يقدر يعني يخلي الملف هني والشاشة ذاك الصوب. فايل في شاشة وشاشة ثانية يكون فيها كومبايلر وكوبي بيست وانتهى الموضوع. هاي قال لي لونج. تمام، اذا ضغطنا ديليت يمسح لي بالمعكوس، نقدر نستخدم هالحركة. خلينا نشوف في انتجر ثاني او لونج ثاني. ما في. بعدين هاي تشارت اسحبه هني بعد برايفت، شيل القوس او الاثنين سيمي كولوم. باقي عندنا اري ليست، هاي بيكون نوعيته اري ليست، فنحتاج شو نسوي؟ فوق نسوي له امبورت هاي بيكون هني عندي الحين هاي الكورس بيكون نوعيته ايريليس، فبسحب ايريليس برا. وهنا شنو بقوله؟ بقوله برايفت تمام. سوينا الفاريبل كامل، الحين بنسوي شنو؟ بنطالع مرة ثانية. قال لي ديفولت كونستراكتور. تمام، هاي واحد اثنين كونستراكتور وذ بارامتر. اوكي ست وجيت. اوكي ايكوالز. اوكي بعدين عندي تو سترينج. ايه عندي مثل ثاني اسمه برنت كورس ريجستر. تمام، هاي ذلين الاشياء اللي بنسويهم. مثل ما شفنا بساعة get و set، وهاي نقدر بسهولة نسويها. نروح code generate
instructor كلهم ما عدا قال لي ما عدا course register مثل ما تشوفون هنا شنو قال لي except for course registered تمام فنضغط عليه اوكي بعدين هاي course register نجيبه تحت الحين ما نحتاج نستخدم this لان this في حالة ان نبي نفرق بين ال variable وال بين ال variable اللي فوق وبين اللي في القوس فبنكتب course register عادية ونقول له null تمام فاضية لنا بعدين احنا بنضيفها هاي حاليا خليتها private ولكن ممكن نحتاج نغيرهم بعدين بس مو مشكلة انتو حاليا خلينا نركز على هالفكرة في التستنج والهاي بيصير وايد تغيير يعني في العادة ولكن البيسك واحد يخليه عشان يعني يكتب الكلاس كامل يترتب بعدين في التستنج يشوف شنو الاضبط ويسوي تمام هاي كونستراكتر وذ باراميتر خلاص سويناه الحين خلوا شو اسمه ضربوا كليك دايما تحت عشان شنو ينطبع تحته الباقي فنروح كود وجنريت حق الجيت والست وجيتر ستر حقهم كلهم نسبة حق الكورس خلنا نشوف حق الكورس خلنا نشوف شلون بيكون set وget for all attributes يعني كلهم يعني حتى الكورس وياهم تمام صار هالكامل هو الست اللي بيضيف لي في المواد ولكن يحتاج نغير الست ماله لانه مو بهالطريقة صاير بعدين بنغيره زين كتبنا هاي ستات كامل بعدين شنو عندنا اي عندنا ديفولت كونستراكتر مثل ما قلنا ناخذ هاي كوبي حطه فوق نمسح كامل اللي في ال object وهني خب نال نفسه مثلا no name شنو هاي نوعيته long فبنخلي صفر بعدين عندنا شنو integer ما عندنا انتجر هني مثلا بيكون no entry بيكون حق ثلاثتهم هني جندر خلنا نسميه مثلا لنا ميل وفيميل بيكون يعني ام يا اف فخلنا نخلي ان بيكون سنجل ونخلي ان كابيتال ان ثينك شيء كذي زين فهاي نسبة حق الديفولت اوكي وباقي الحين شنو باقي الميثودات ولكن قبل ما نخليهم خلينا نحط الكوما عشان لا ننسى يفضل هني تكتبون اسامي البراميتر اللي بياخذهم لان هني بدون ما عندنا الكورس فيفضل مثلا نكتب دلين كامل ناخذهم بعدين 5 parameters ونكتبهم بدون chart ودلين اخر شيء هني نخلي and تمام فبيكون هاي شكله بعدين كل الشغلة هاي كوبي بيست ما يحتاج يعني تسوون شيء لاحظوا وياي هني قاعد نستخدم اري ليست تمام ونبغي الداتا اللي موجودة في الاري ليست او نبغي الاوبجكت فمفترض الجيت والست مال
هاي يعطينا الكورس، لأنه بيكون كذا كورس، تمام؟ فبنخلي هني، بنغير هني من مكان يكون array list، بنخلي هني كورس. هاي شغلة. شغلة ثانية، هني أعطوني return 0. ليش؟ لأن الكورس بيكون داخل الاري، فهني نحتاج integer index، تمام؟ وهني شو نقول له؟ نقول له course register dot، هني شنو؟ get له، فنقول له get ونخلي له الindex. شوفوا عقب ما سوينا هالكود عطاني ايرور. لو خلينا الماوس على مكان الايرور يقول لي require course، واحنا حصلنا object. فاذا شفتوا كذي كود على طول معناته كاستنج، يبي له تحويل، فنقول له شنو؟ كورس، وانتهى الموضوع. انا بس مجرد نحول خلاص. ونفس الشغله بتكون حق الست. زين، الست هني لازم ياخذ شغلتين، ياخذ البارامتر الاوبجكت حق الكورس، وياخذ بعد شنو؟ ياخذ الاندكس عشان نعرف وين مكان الكورس هاي، يكون اي كورس وشنو اللي بيتغير. اعتقد هني بيتغير الكورس كله، مو معقول لا كورس كله، فبيكون اعتقد بيكون جزء من الكورس او شيء في الكورس. حاليا خلنا نحطه على هالطريقة، اعتقد بننادي الميثودات اللي هناك، تمام؟ بنشوف ويا الكود، ويا الكود بيبان ان شنو نحتاج نغير. خلا حاليا نحط على مبدأ الشيء اللي قاعد نفكر فيه. شنو بنخلي؟ بنخلي كورس بيكون هني اوبجكت مثلا، وبنخلي شنو؟ اندكس، انتجر اندكس. واحتاج this course dot set، وهاي بعد ما بنحتاجه وبس. نقول له هو شنو بيكون في البداية؟ اعتقد الاوبجكت فاصلة index، معكوس معكوس. اوكي، تمام. هاي بيكون نسبة حق الست، ممكن نغيره بعدين ولكن مؤقتا خلينا نحطه على كذي. يعني انا حط روحي في سيتويشن ان انا طالب اول مرة قاعد اسوي البروجكت وابي اخلص كلاس لكلاس، زين، فقاعد افكر بهالطريقة، ممكن بعدين احتاج ان ارجع واغير فيه. اوكي، ما في مشكلة. اذا خلصنا من الست والجيت، خلينا نشوف شنو بعد نحتاج. نحتاج equals و print course register، تمام. هاي course register بنطبع كل شيء داخل الكورس كأنه to string، ولكن مال الكورس بيكون اسمه بعد غير. اوكي، خلينا نسوي equals. نقول public boolean وقال لي على اساس الاي دي. خلينا نشوف. A the equal method compare two object of the type student based on their id. شو هني؟ قال لي two object، يعني اللي بستلمه بيكون object، ولكن بعدين من الاوبجكت بطلع الاي دي. اوكي، فهني بيكون شنو؟ بيكون student تبون تسمونه object، تبون اللي هو، انا بخليه object، انتو تقدرون تغيرونه. فبعدين عندي، في ناس تتخربط اذا ما خلينا this، فانا بكتبها او شي عادية بعدين بضيف this. فبيكون هني
ID name اللي هو بالميثود اللي سويناه له call equal equal object dot ID name. تمام، اذا تبون بالطريقة this بس تضيفون هنا this وانتهى الموضوع. اوكي حق اللي يتخربط، طبعا بنخلي كوما، طبعا بنخلي comment، وهني بنضيف شوي زيادة. نقدر ناخذ الكلام اللي هني compare based on their ID. كل ما سوون مثل حطوا comments عشان يعني يكون أسرع عليكم. خلنا نروح الحين حق آخر ميثود، هاي بيكون اسم الميثود. لو تلاحظون هني شنو قالي، قالي the list من الاسم يقولي print course register، فأنا أقدر أخلي string وأقدر أخلي void. خلنا نخلي void public void، بس لا تنسون هالشي بعدين في التست انه هاي void، لا تخلونه داخل system.out. زين القوس ما بنستلم شي لان ليش بننادي الميثود مالنا نفسه. زين هالكورس بيكون في كذا شي، ما ندري احنا عدد الكورس كم، ممكن يكون 3 يمكن 4 يمكن 5. تمام يعني شوفوا هني هاي array list، هالكورس اري ليست واحنا ما ندري كم العدد. تمام فنحتاج ان نطبع كل شيء اللي داخله. عشان نطبع كل شيء بنسوي فور انتجر اي بيكون اصغر من شنو، اصغر من course registry dot شنو dot size اللي موجود من اصل في الـ في الـ array list. تمام بعدين i plus plus وهني دائما لا تنسون equal zero. زين خلينا نحط هني comma 4. تقدرون حتى صكات الميثود تخلون شو اسمه كومنت بيساعدكم، بيعتبر الكود مالكم دوكيومنتري وفي نوت وكذي يعني. فيعني هني شنو بنكتب، لازم كل كورس نطبعه بروحه. اوكي فبنقول له، فبنادي اي ميثود، بنادي الجيت مالت الكورس نفسه. فشنو بنقول له، بنقول له جيت كورس ريجستر، وهني عندي الاندكس بخليه في بخلي اي، ولانه هو اوبجكت انتو تدرون الكورس هاي نفسه اوبجكت داخله، فيوم كل اوبجكت منهم اقدر انادي الميثودات اللي موجوده في وين، في الكلاس كورس. تمام وعلشان انا ما اعور راسي اقدر شو اسوي، انادي اي ميثود تو سترينج، تو سترينج مال الكورس نفسه. وعشان خلينا نقول اشياء تجميليه وكذي نقول على فكره نحتاج هاي نخليه داخل سيستم دوت اوت لانه ما بينطبع عندنا، فنقول سيستم دوت اوت تمام. والاشياء التجميليه تقدرون تكتبون اختصار هني، اشياء تجميليه اللي تبغونها مثلا خلينا نقول انه ينزل سطر بعدين، لكن لا نجمع كل شيء في سطر واحد، نزله سطر تحت ونخلي خلي شوي يكون طويل عشان يفرق بين الكورس والكورس. تمام فهاي نسبة حق ذي، تقدرون تخلون اثنين سيستم دوت اوت برنت، فبهالطريقة بيطبع لي اللي داخل الكورس.
اوكي. الحين بقى علينا نسوي تيست، خلينا نسوي تيست بسيط نشوف الميثودات تشتغل او لا. نروح حق ديمو. اوريدي كان عندنا كورس، فخلينا نجرب الكورسز، نحطهم في الاري ليست. نحتاج نقول ستودنت S1، خلاص اسميه equal new student، بنخلي خب with parameter. طبعا كان عندي ID خلينا نقول 2018، بعدين قالي first name علي مثلا، خلينا نقول 90. بعدين شنو عندي؟ عندي ايميل، تمام. بعدين نقول الجندر خلي شوي ننزلهم تحت عشان يبان، نلبس الواد طويل. بعدين شنو عندي اخر شيء؟ او ما في شيء. اوكي، هاي كل اللي كان مطلوب حق student 1. حاليا احنا بنستخدم الست لانه ما عندنا طريقة ثانية، فبنقول له s1.set خلينا نقول كورس. تمام. خب بنحط 0 لأن أول مرة. بعدين بنخلي كورس مثلين، خلينا نقول C1. أوه عكست الظاهر، خلينا نشوف ليش ما رضى. كورس اوكي. اوكي هاي ست، هاي جيت بغلط، انا كنت ابغي ست. خلينا نشوف شنو عندنا هنا. اوكي معكوس، زين معكوس، فخلينا نحط العكس. انا لاحظت في العادة دايما يحطون الانتجر الاندكس اول بعدين الاوبجكت، فخلينا نعدل هالشيء. خلينا نقلب مكانهم لانه بيكون وايد اضبط كذي، الواحد يتخربط. تمام بنرد بنعدل هني، بنحط الصفر قدام، خلي الفاصلة هني. الحين سوينا الست، اذا نبي نحط كورس ثاني خلينا نغير كود الكورس هاي، خلينا نقول جافا 1، خلينا نقول اوكي. بس عشان نشوف مرة ثانية بنسوي الست، بنخلي هني شنو، بنخلي 1. ممكن ما يشتغل، ممكن يعطينا ايرور، لان ليش ما في اد، ما سوينا اد، ممكن يعطينا ايرور. خلينا نشيك، ولكن مفترض يشتغل بهالطريقة. خلينا نشوف. ايه لان ما عندنا شو اسمه، ما عندنا اول واحد اندكس الاولي، شوفوا هني هاي مال فوق، ما عندنا هني 1. خلينا نشوف، حتى هاي ممكن يعطيني زيرو، ممكن هاي بعد. ايه بالضبط، لان ما نقدر نسوي اد. تمام، فحاليا عندنا مشكلة ان ما نقدر نسوي اد ونشوف ان شلون يصير. فعلشان ما نطيح في هالمشكلة شو نسوي؟ نغير شوي في الكود، نرجع هني.
اسهل طريقه وعشان الميثود مالي ما يخترب ويكون عندي تيستينج، شو اسوي؟ اسوي لي ميثود اد بس عشان اشيك يعني. اذا ما كتبت شيء عادي، اذا ما كتبت public عادي هو بياخذك كشيء ثاني انه non name او شيء كذي، انه عادي هو اكبر من public صاير. فبنكتب النوعيه هني شنو بيكون؟ بيكون void، بنقول add course. خلينا نقول زين بيستلم هني شنو؟ بيستلم object course، تمام. وبيجي خلينا نقول بعدين بنسوي له اد الكورس ريجستر دوت اد، ونخلي له شنو؟ الاوبجكت. هاي كله بنسوي عشان تيست، نقدر نشوف السيت، نقدر نغير، نقدر ذي. فبنسوي بهالطريقة. الحين من مكان نقول الست بنغير هاي إلى add. أوكي شنو سميته؟ add course الظاهر. أوكي بس ياخذ object. أوكي الست حاليا ما نقدر نضبطه لأن بنغير object مكان object. خلينا نشوف مثلا الحين إحنا بنحط هاي زيرو، بنخلي مكان ال C1 يطلع C2، تمام. ونخليه يطبع، فبنخلي أول مرة يطبع هني اللي هو البرنت اللي عندنا، نقول S1 دوت برنت، تمام. بعدين بنخلي مرة ثانية يطبع عقب ما سوينا الست حق الهاي، وخلينا نشوف الفرق. خلنا نشغل البرنامج، خلنا نشوف ليش ايرور. قال لي null point exception. خلنا نشوف شو المشكلة. المشكلة هني، شو هني؟ الكورس انا ما كملت الباقي ماله، null خليته، تمام. فهاي بيسوي لي ايرور. فهني يوم قال لي the list course register is created as an empty list in the constructor، مو قصده النل، قصده انه ما في ديتا، تمام. مفترض ما كانوا شو اسمه يخلون هالسطر لانه يخربط، انه مفترض يقولون يعني resign او شيء كذي يعني. فمن مكان نخلي النل، ما بنخلي النل، بنخلي هني تكملة اللي هو array list new array list، بنخلي القوس. في شغله بعد مهمه، شوفوا هني انا ما حددت شنو النوعيات اللي بتكون في الاري ليست. خلينا نشوف هل هالشيء بياثر او لا. زين فهاي اثنيناتهم، نرجع حق الديمو، نشغل الكود مالنا، اشتغل عادي. نسبه حق ذاك ما ياثر، ولكن المشكله شنو؟ هل اري صار الحين ميكس، اقدر اخلي فيه كل شيء، كورس، ارقام، سترينج، انا ما ابغي هالشيء. فشو اسوي هني فوق؟ افتح انجلر براكت واكتب هني كورس، انه بس كورس ما في شيء ثاني، تمام. هاي ضروري، هاي يمكن يحاسبونكم عليه هالبوينت. زين فالحين اشتغل الاري مالي. فشوفوا الحين يوم نسوي التست نتعلم انه شلون نغير وشنو الاشياء الغلط اللي عندنا. زين الحين الكورس كامل، خلى شنو نسوي له الست ونشغل مره ثانيه مثل ما تشوفون، لان طبعت اول واحده. مثل ما تشوفون اول مره طبع لي بهالديتا، ثاني مره بهالديتا، الست مالي يعني اوكي. زين خلى الحين نضيف الكورسين في اري واحد. زين الست خلاص ما نحتاجه. هني مثلا خليه الثاني، والحين نشغل ونشوف
مثل ما تشوفون طبع لي الاثنين، وهالخطوط انا سويتهم، تقدرون انتم تغيرونه، تقدرون تخلون، ولكن عشان نفرق الكورسات خليتهم بهالطريقة. الشكل انتو ابداعكم، يعني الطريقة اللي تعجبكم تقدرون تسوون الشكل. تمام، فهاي نسبة حق الكورس. حق الست الحين في الرستم بنشوف شلون بيطلب منا الرست، الست شلون بنسوي، شلون يبغي منا نسوي، فبالرد بنكتبه. حاليا هاي بنمسحها لانه كان مجرد تيست. زين، ضروري لا تنسون ان تخلون زيادة لان يمكن يسوي لكم مشاكل، لان الاد ما بيصير من هني، بيصير من الرستم. وهني ما ننسى نخلي الكومنت برنت خلينا نقول all courses in the تمام. فهاي هو اصبح هيك هني. خلينا نروح حق السؤال اللي عقبه.